السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هون كنا بنزور احد النساء الارامل اللي جوزها كان يعمل في الدراسة الاسلامية في منطقة مندرة ومات او قتل في 2016 في اللي هو بعض الارهابيين هجموا على المكان اللي هم عايشين فيه. الشجرة اللي ورايا دي زي ما انتم شايفينها كبيرة المعمرة دي كلها، دي بنسميها شجرة الكاشر، الكاشنات اللي هي بتاعت انا كنت فاكرها ان شجرة هي شجرة التبلدي اللي انا شفتها في السودان، لكن طلعت ان انا جاهل بالاشجار عادي جدا. واللي جنبها دي شجرة مانجا اللي بنتكلم عنها دي، والمنطقة دي فيها وشجر طبعا فيه الشجر اللي هو بتاع جوز الهند والباباي، وده برضك شايفين الشجر ده كله الجميل ده المعمر ده شجر الكاشو اللي انتوا بتاكلوه بتشتروه بأسعار كبيرة جدا 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 في البلاد عندنا، سواء كان في أوروبا أو في أمريكا أو في دول الشرق الأوسط. سو أفريقيا جميلة زي ما احنا فاهمين، وأفريقيا محتاج لها مساعدتكم كلكم ليها، واتمنى ان الكل يجي ان هو علشان يساعد الناس الموجودين هنا في كينيا او في موزمبيق او في ملاوي او في اي مكان في سيراليون او في اي مكان في افريقيا. ونراكم في المحطه الثانيه ان شاء الله في كينيا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.